تقدم عشرة من أعضاء قيادة حركة فتح في مدينة نابلس في الضفة الغربية استقالة جماعية من الحركة احتجاجا على ما وصفوه بعدم قدرتهم على العمل في ظل احتكار القرار التنظيمي وعدم تطبيق قرارات المجلس الثوري. وقد قدم العشرة وهم من القيادات المعروفة لفتح في منطقة نابلس استقالاتهم إلى العميد محمود العلول عضو اللجنة المركزية لفتح.